خلاص من الاخر خلاص خلاص. طيب انت هتتحرك بيا خلاص. خدك سجين بردك تعال. ايوه حاضر ايوه حاضر ايوه حاضر جاي حاضر. يا رب عدي 60 70 سنة دول على خير. ايوه ايوه حاضر جاي اهو حاضر حاضر. خلاص خلاص انا زي في الحتة دي خلاص انا زي في اهو خلاص خلاص اتفضل. الست سمانة خش يا بنتي يا فوق لو معاكي النقاش. ادخل يا استاذ فرشة. حاضر يا معلم. الله هما فتحوا شارع جديد من شقزي ولا ايه؟ بصي بقى ياما انا عايزه الركنه دي وصدقي مسخسخ حلوه. والصاله بقى ياما عايزاها بوبوق مزعرة. ايه بوبوق مزعرم دي؟ بوبوق مزعرم بس بس. ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح. والسقف بقى ياما ماله؟ عايزاه كراميتا مسلح. اصل معلم قرني اكبر تاجر جديان اللي هيتجوز دي ما عجبتوش غير الشقه دي. قرني قبل ما يجوزك؟ اه. طب انا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب السقه وتتجوزوا؟ هاخد روز اكس. اسمع بس بلاش لماضه تعالى. ما هو ده كان كده كانت لغايه ما نجهز لها شقتها وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين. بجد؟ اه. لا وايه وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقه. لا وايه هتفتح خد التقيله. ايه هتسخ فوسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحم ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك. بجد بالمصحف؟ اه والله. لحم ضاني ضاني؟ اه. خد امضي بقى امضي. لا طب اديني فرصه افكر انا موافق. هات لحم ضاني 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 تفتح عشان الدنيا تفتح. يلا تفتح خلصني. ضاني صح؟ ضاني يعني عارف طعم الضاني. كمان هنا تفتح. ايوه اهو خد الفضل. واحده ليا. اه واحده ليك بس بعد ما سجلهم في الشهر الوكاري. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعه كده مين اللي بيقول كده؟ الحته كلها بتتكلم عليك بتقول ان انت اوسخ راجل وازمه الواحد في المنطقه. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ لا ما خلاص الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل انا اذا كان علينا خلاص انا ممكن ارحل بس يعني. طب الواد الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه. بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ بس سيبوا له الاوضه اللي على السطح. والنبي ياما حنيتي يا موكوسه حسوه. اه اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه دي ايه؟ انت بتقولي ايه يا ولية؟ ولولو عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد حسوه. طيب سخريتها زيده ممكن تديك بالجزمه. هز المفتاح. هز المفتاح. ما انت خلاص عرفت ان انت مرصاية. والمعلم راح المعلم جه ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازعه السلم. حسوه ما تصحينا قبل القتيل ده. ايوه ما انت ما تصحوش ما تزعجوش الولد. الولد نومه خفيف. واسع يا عم واسع يا عم واسع يا عم. انت هترزعه الواد ايه؟ الواد لسه صغير ده. بص نايم عامل ازاي؟ هادي. قوم يا هادي قوم. هادي ايه خير يا حبيبي؟ يلا يا حبيبي قوم. هادي انا صح يا ولد. هادي هادي ايه خالو؟ يلا قوم خاطر عشان خاطر احنا خلاص خدنا الروف الجاردن اللي على السطح. هادي تعال خبز شوف. ايه ده؟ شايف؟ ايه ده يا خالو؟ شوف تعرف وبمفتاح. في حد في العيله سال مفتاح قبل كده بميدالية؟ ابوك الله يرحمه كان معاه حته الحصان في رقبته. ايه ده؟ إذا 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 شفت يا هادي؟ أسرير الراجل كان مزمزق عشان خاطر مش عايز يديني المفتاح، إنما كده خلاص، إحنا خدنا. إيه ده يا ده؟ ده تلفزيون يا خالي. تلفزيون؟ ده تلفزيون؟ مبطط؟ تلفزيون مبطط؟ أيوة يا خالي. وموصل للدرجة دي؟ آه. يا خبر أسود. اسمه ليد. ده حديث؟ ده حديث ده؟ ده اللي يدور بده يا خالي. اشتغل. الحق يا خالي ده التلاجة مليانة أكل. هات كل الطعام فورا جديلا.
هادي هادي هادي. ايه؟ بص 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 الوليه دي، هم الناس دول بجد وجداني ولا ده تصوير؟ انت عارف لو واحده منهم دخلت في بالسال عندنا هنا هتخلاص بص تخرج فاقد الجنسيه. طبعا. يا خبر اسود، ايه يعني ثبت؟ احنا عايش هنا على طول خالي؟ خلاص احنا هنا عبد الرافق، عارف عبد الرافق؟ قاعدين عبد الرافق، بعد عنك مسمار جحا ودقف قد المكان خلاص. 7000 سنة حضارة بيقولوا لا، عباس الضو بيقولوا لا. هو الراجل ده ما نزلش الاستفتاء؟ خلاص حد يقوله خلاص خلاص بقت نعم خلاص. هما 60-70 سنة دول مش هيعدوا على خير. طيب وقت سعاد طريق، اتفضل يا فنانين. حلاوتك انت يا جميل يا مشخلع، اتفضلوا يا رجاله اتفضلوا يا الف مرحب. جيتنا انس يا معلم. اه سمعوا سمعتكم، انتوا روحتكم على الاخر. دول هيتجوزوا هنا برضو؟ يتجوزوا ايه يا هبل؟ ده انا جاي اقعدكم قعده كده. روح بس هات لي كوبايتين اجري. تتح تتح انت ده تتح. ايه يا هزي؟ اصحى يا تتح. اعوذ بالله ابليس ومهمه. انتوا معتصمين عندي هنا ولا ايه؟ خليك معايا هنا. ايه في ايه يا حاج عصر وجاي ليه انت؟ بتعرف تطبل؟ اعرف اطبل؟ اه يعني انت حضرتك جاي تصحيني عشان خاطر تقول لي اعرف اطبل؟ اه لا اسمح لي بقى كده بقى يا معلم حصوه كده خلاص بقى عم حصوه. السجاري النافي بقى ويروي هوبا عندك. روح هناك فقعد بالبنطلون خد اللي انت عايزه وسيب البنطلون تاني رجعهولي. استنى عندك. ايه يا خالي؟ فيكس. خدت اللي انت عايزه؟ لا مش هصورهم، هبقى اقعد اكتبهم النهارده. استنى هنا عندك خلاص؟ خلاص كده هتمسح وهتقعدوا خلاص؟ انا مقصر معاك في حاجه؟ امسك انت منص وانا منص. خلاص خلاص. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. السلام يا هادي. صحيح الخال خالد. خالد مين؟ اهلا يا حبايبي. وحشتنا قوي يا استاذ فكري والله. اسفين يا بروف ازعجناك بدري كده. لولا ان حضرتك قلت ان الميعاد ده مناسب احنا ما كناش جينا اصلا. ده انا كنت مستنيكوا تيجوا بدري عن كده. اتفضلوا خشوا. حبيبي اهلا يا كريم. الراجل قلبها يا عماره يعقوبيان. صباح الخير يا تفتح يا ابني. صباحك لبن يا عم فكري. أنا أقول لك عن فكري، هو الناس اللي داخلة بحاجة عندك دي العيال الصغيرة دي بتعمل إيه عندك؟ مين دول؟ دول شباب حلو. شباب حلو؟ سياحة وفنادق. ما طبعا لازم يبقوا سياحة، حلو يبقى لازم يبقى سياحة على طول. بيجوا عندي بذاكر لهم طبيخ وإتيكيت.
دروس في طبيخ والازيكيت ده غير حصه امبارح بتاعت الحشو في المحشي. لا الحشو ده اول حصه. الحشو اول حصه داخل ناشف كده من الاول. طيب خلاص نهارك فاسخ ضبه. استنى عندك ايه يا عزيزي؟ مش عندك ثلاثة جوه؟ ايه الكلام اللي انا سمعته عنك ده؟ كلام اللي سمعته عنه هيجي ايه اكتر من اللي انا بسمعه عنك؟ ايه خير؟ وصحيح انت اتنزلت عن شقتك للمعلم حصوة؟ اتنزلت ايه؟ دي استعارة. استعارة عشان خاطر بنته المفضوحة دي تتستر. استعارة ايه وخيابة ايه؟ ده انت ماضيله على التنازل يا بني ادم. تنازل؟ ده انا ماضيله على حذف ست شهور من الايجار القديم وكيلو لحمة اسبوعين هيديهولي. ده طلع لي هنا ورهولي. ايه اللي وراهولك ده؟ التنازل يا بني ادم، وكان عايز امضي جنبه شاهد. التنازل شاهد؟ اوعى تكون مضيت على حاجه يا عم فكري. لا انا ما امضيش على حاجه زي كده يا ابني. وبعدين دلوقتي انا خلاص كده اتفق كده خلاص خلاص بقت في المنص راحت كده. اسمع تتح. ايوه يا عم فكري. بقول لك اسمع مش بص يا تتح، انت تنزل تاخد منه التنازل تقطعه وترميه في وشه. بني ادم مننا بيعيش حياته مره واحده بس، لا يعيش راجل لا يعيش طول عمره خروف. انت هتهجص قول الكلام ده لنفسك. جاي يا حبايبي اديهم الرابعه. يا حصوه الكلب انا هفرغك نفسي. انا عكيش ما تاكليش اتكلي. لو سمحت يا سيدي المعلم. ينفع كده يا معلم؟ ابعت الواد يشتري كل لحم بفيلو افتحها عليها كلها شغط وده. اتكل على الله وريني عرض كتفك ما عندناش ترجيع. انا قتيل حق النهارده. قتيل؟ شو بيت وكيفك يا اخويا؟ رعدوه رعدوه في الثلاجه على مفضله. انت عايز حاجه؟ لا ابدا، اصل في واحد ابن حرام قال لي ان انت كنت عايزني. الهدوء يا سيدي المعلمين. بقول لك ايه يا تتح؟ امر يا عم الناس. جالي تعرفيش كلام كده انهم ناويين يخلوني امام المسجد. امام مسجد؟ ليه انت اكتشفت دين جديد ولا حاجه حضرتك؟ مع الفل مع الفل يا عوكسه. لا 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 بص 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 وحياه امك ما تعملش حاجه وانا هتكذب. حبيبي صبح بقى. مش هيقدر يعمل اي حاجه. خد يا ده انت تعالى. عمر سعادتك انت مسجل يا ده؟ لا حضرتك بص انا خلقت ربنا طبيعي. انا مرشد حضرتك بس محدش يعرف. خش جوه في الحاره هتلاقي كل انواع الرذيله موجوده في المكان جوه. هتلاقي اوسخ من وساخ، اوسخ حاره على مستوى الخريطه بتاعت مصر موجوده هنا. وعندك واحد جزار واخد بالك انت برضك لسه واخد دلوقتي حالا واحد راجل زبون وحاطه في قلب الثلاجه وهيبيعه ويبيعه ورشا له التسعيره ب 90 جنيه في الحته الحساسه. ايه الحته الحساسه دي؟ الحته الحساسه في نص البطيخه. وعندك الست اللي جايه اللي شبه عنتره بن الشداد دي بتبيع مانجو في الكيس البلاستيك بتاع الخضار حضرتك. امسكوها ارموها في البوكس. فين بقى بيت المعلم حصل؟ بيت المعلم حصل حضرتك سيادتك دعاره بقى دعارة. وانت مالك اهلك ما ترد على بص يا بنتي الكلب وغنيته البلد. فين بيت المعلم حصل؟ وساخه وماله البلد دول حضرتك. رابع عماره على ايدك الشمال. طب خلاص غور. لا يا ربي ربنا يكرمك ويجعلك بكل خطوه ناس وسخه. الزعم في خدمه السلطه. طب بوزه لما كان نفسي ادخلك يا جامعه الزنجريه. بس هنعمل ايه بقى؟ الحاضر والنصيب. انا ماني دلوقتي متخرج ومعايا الشهاده الكبيره وبقيت اكبر عاطل فيك يا مصر. مطول اخبار يا رابع؟ يا رابع هادي يا رابع عدس اهرام اخبار جمهوريه. يرى البيت يرى البيت. بقول لحضرتك ايه؟ هو انا ينفع اخش جوه الجامعه وابيع جرايد؟ طبعا ينفع، انت مواطن مصري.
ليك حق في البلد دي، ليك في الجامعة، في النيل، في الهرم، في المترو. عشان كده لازم يبقى في بيننا تداول للسلطة بشكل متوازن. انت فاهم؟ لازم نقف مع بعض عشان نعرف نواجه. من حق كل مواطن في البلد دي ان هو يتعايش كيفما شاء، اينما شاء، وقتما شاء.